مبروك له كابتن، مبروك للاستوديو التحليلي، مبروك لكل الموجودين في قناه الاهلي. النهارده كابتن ايمن فرحه كبيره جدا للناس اللي بره. بشكر طبعا كتيبه العمل اللي بره كابتن بلال، بامانه عملوا شغل عالي جدا جدا. يعني مش عاوز اقول لك الموقف، انا شفته فرحه فعلا، فرحه حقيقيه. كابتن ايمن، الحكم مملك، وانا كما توقعت يا بلال، يمكن انا قلت عشان تقيم الحكم لابد انك انت تقيمه في هذه المباراه. اي حد طلع قال كلام قبل المباراه كابتن علاء، في اللي طلع قال لك حكم امين، وانا بستغرب هو قال حكم امين؟ المفترض ان كل الحكام يبقوا امناء، ولكن انا كان نفسي اللي يطلع يقول حكم كان لابد ان يكون بيتكلم على الشخصيه التحكيميه دي، اهم حاجه في الحكم يا بلال. انا توقعت ان الحكم هيكون اداؤه كده، وقلت يا كابتن بلال مباراة صعبة. وليه صعبة؟ وهقول لك ليه صعبة. أولا نتيجة المباراة الأولى 2-1، ثانيا الجماهير هناك كابتن أسامة، الجماهير هناك لابد إن هي هتعمل ضغط كبير جدا. بنتكلم على بطولة، الوداد عاوز ياخد البطولة، إن الأهلي عاوز ياخد البطولة، بكل المقاييس هي بطولة ومباراة صعبة جدا بدرجة صعوبتها، وكان يجب أن يكون الحكم على مستوى الأداء. مش هتكلم كتير، ولكن النهاردة بنتكلم على تاريخ حكم كابتن بلال. كان النهاردة عنده إمكانية يا كابتن أسامة يسطر تاريخ. النهارده خلاص فاضل لك سنه او سنتين، كان النهارده كان المفروض تسطر تاريخ ليه. هو ما طلعش معاش يا كابتن؟ لا ده النهارده الكابتن ده اتعامل معاه عقد احتراف يا كابتن بلال. او كان هيسوي معاشه بالبلد يعني. لا ده اتعامل معاه عقد احتراف لحد 24. بجد؟ عقد احتراف بيتقاضى مبلغ. يعني انت النهارده كان عندك فرصه عمرك تسطر تاريخ كابتن اسامه بهذه المباراه. لو انت كان ادائك اداء كويس، شخصيتك كانت شخصيه كويسه، ولكن للاسف الشديد انت رجعت التحكيم الافريقي 10 سنين ورا. عندنا حالات يا كابتن اسامه، لو احنا عندنا وقت النهارده هنجيبها، حالات فظيعه جدا جدا، وقلنا الشخصيه مش موجوده، شخصيه ضعيفه، ولكن النادي الاهلي النهارده رغم انف الحكم خد البطوله ال11 يا كابتن بلال.